تقني منتخب مصر واربعه مع منتخبات بلادهم اللعيبه المحترفين. هادي تتعب على طول عند كريم اللي منطلق ومقتحم وجاي في الجبهه الشمال، يقرب منه طاهر محمد طاهر يسندوها لعبد القادر، عرضيه هناك في الناحيه العكسيه حسين الشحات خطيره ممكن جول جول جول. اقل من دقيقه ونص النادي الاهلي يعمل عمل جماعي هجومي في منتهى الجمال والروعه، يعكسوا الملعب هناك عند حسين الشحات. كريم فؤاد تحرك عبقري، انما بص التمريره يا ولد يا لعيب، احمد عبد القادر يقطع كل المسافات والمشاوير ومن لمسه واحده يلعبها على طول حسين الشحات، كريم فؤاد يحطها في المرمى، النادي الاهلي يتقدم على منيه سمنود واحد دون مقابل. انما اللعبه من بدايتها من عند عبد القادر اللي